عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أهلا بحضرتك يا دكاترة، وحشتونا من المحاضرة اللي فاتت. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الـ interpretation of knee injuries، لو حضراتكم تفتكروا أو كنت سمعتوا المحاضرة. وان شاء الله رب العالمين النهاردة هنتكلم عن موضوع مختلف شوية عن الني انجريز، وهو الحقيقة موضوع منتشر جدا جدا وسط الرياضيين، والتعامل معاه صعب والتشخيص صعب حتى وسط الأرثوبيدست. المسألة فيها صعوبة في ان احنا نوصل للبروبر دايجنوزيس في حالات الجروين انجريز. ان شاء الله كلامنا النهاردة هيبقى عن الجروين انجريز المختلفة، ايه الاحتماليات الواردة اللي ممكن تصيب الرياضي. ان شاء الله هناخد المحاضرة دي والمحاضرة القادمة عن موضوع الجروين انجريز. فخلينا كده نشوف ايه اللي ممكن يكون بيصيب الرياضي في المنطقة ديت، بحيث انه نقدر ان احنا لو جات لنا حالة نبقى عارفين الحالة ديت هتبقى تبعنا او مش تبعنا، ولو تبعنا هيبقى البرنامج العلاجي بتاعها ايه. اول حاجة قبل ما نخش في الحاجات الخاصة بالعلاج الطبيعي، لازم نعرف ايه هي الحاجات اللي مش خاصة بالعلاج الطبيعي، وخصوصا لو كانت ليها اعراض شبه الامراض اللي احنا بتتعالج في العلاج الطبيعي. ف الحاجه التانية، وانا بتعامل مع الحاله وخصوصا الجراين انجريز او الجراين اريا، لازم ما يبقاش في حسن نيه. بمعنى ايه؟ انه لو البيشنت جالي بيشكو من الم، والم ظهر فجاه او كده، على طول نفكر في اتجاه يكون صعب، بمعنى انه يكون فراكتشر، يكون افلجن، يكون تير، لانه الحقيقه حسن النوايا في الطب وان انا ابني على انها تكون حاجه بسيطه بيؤدي لمشاكل كبيره. ولذلك اول خطوه هننتقل فيها ان شاء الله رب العالمين في سوء النيه في التعامل مع الجراين انجريز، اللي هي الاستريس فراكتشر. الاستريس فراكتشر في البيوبيك ريمس حاله شهيره جدا، يعني تخيلوا حضراتكم انه 49% من الفيميل ديستنس رانرز عندهم، اللي هم عندهم مشاكل في المنستريبيوشن، عندهم ستريس فراكتشرز. يعني نص الفيميل رانر، مش معنى الفيميل لان الستريس فراكتشر منتشر في الفيميل عن الميل، نص الفيميل رانرز عندهم ستريس فراكتشرز، بس كان محطوط شرط اللي هو عندهم مشاكل في المنستريبيوشنز اللي هو less than 5 months per year. ليه بقى؟ لان احنا الحقيقة اكتشف انه الستريس فراكتشرز ده بيبقى جاي نتيجة الاوفرلود. طب الاوفرلود ايه علاقته بالمنستريويشن؟ حد يجاوب. لان المنستريويشن بتعمل كونجشن، والكونجشن يعمل انترا بيلفيك كومبريشن. انترا بيلفيك كومبريشن يعني انسايد بيلفيك لود، فيبقى الاسترس جاي من جوه، بالاضافه بقى للاسترس بتاع الرننج والكيكنج والدانسينج وكده والسبرنتنج والجامبنج، الاسترسز اللي بتيجي من الاوت سايد بيلفس. يبقى انا عندي بريشر انسايد بيلفس وبريشر او تراكشن اوت سايد بيلفس. فالمنستريويشن او الامينوريا اوف ذا فيميل رانر او الفيميل اثليتس معرضين وبقوه ان هم يجي لهم ستريس فراكتشرز، لدرجه ان هم نصهم ممكن يحصل بالفعل عندهم الكلام دوت، وبيبقى مصاحب بقى بالبرفورمنج اوف اكسسيف ويت بيرنج اكتيفيتيز زي الجامبنج وزي ما قلنا الدانسينج الرننج السبرنتنج وهكذا. وطبعا في كرة القدم الحركات اللي ممكن تعمل ستريس فراكتشرز اللي هي ريبيتيتيف كيكينج، اللونج شوتينج، الواحد يشوط الكوره لمسافات بعيده وكتير بشكل متكرر فيعمل ستريسز على الادكتورز، فممكن يعمل ستريس فراكتشرز في البيوبيك ريماي. تعالوا نبص كده على المكان اللي بيحصل فيه الاستريس فراكتشرز. زي ما حضراتكم شايفين الحتتين الحمر دول هم اللي ممكن بيحصل فيهم الاستريس فراكتشرز. طبعا تشخيص الموضوع بيبقى مش سهل. ليه؟ لان البيشنت بيطلع بيشكو من بين في منطقه الجراين، بيشكو من بين مع الادكشن، شويه يكون الماسل باور بتاعت الادكتورز قليله، كويس طبعا كل ما ينزل البين يزيد، فيبدا ياخد بيريد فريست الدنيا تريح شويه وهكذا، ولكن في الاخر
الامور ما بتبقاش عايزه تتحسن. تعالوا نبص كده في الاكس راي على الاستريس فراكشر زي ما هو باين قدام حضراتكم عند مكان السهم. الحته صغيره جدا محتاجه تدقيق اساسا، ممكن الواحد ما ياخدش باله منها على انها فراكتشرد. طبعا الحاله ديت ما هيش حاله خاصه بالعلاج الطبيعي خالص، دي لازم ياخد بيريد اوف ريست عشان يحصل الهيلينج. طيب اخو بقى الكلام دوت الافالجن فراكتشر. افالجن فراكتشرز بيحصل في الاثليتس الادوليسنتس، ليهم الحقيقه ثلاث اماكن مشهورين جدا، وزي ما حضراتكم شايفين سبع اماكن محتملين. عندنا ثلاث اماكن مشهورين جدا وسبع اماكن محتملين. الثلاث اماكن المشهورين جدا اول ثلاثة اللي هي الاي اس اي اس والاي اي اي اس اللي هي الانتيريور سبيريك سباين والانتيريور انفيري اليك سباين والاسكيال تيبروزيتي، دول اشهر ثلاث اماكن. الانتيريور سبيريور اليك سباين دي اتاتشمنت بتاع مين؟ ايوه يا شباب قولوا معايا، اتاتشمنت بتاع سارتوريوس بتطلع من المنطقه ديت، وال anterior inferior iliac spine ده الاتاتشمنت بتاع الريكتس فيمرس. كويس. وبعدين عندنا الاسكيل تيبروزيتي طبعا اتاتشمنت بتاع الهامسترنج، وبعد كده اقل منهم بقى في الاحتماليه اللي هي الليسر تروكانتور. فالليسر تروكانتور ده طبعا حضراتكم عارفين ده الاتاتشمنت بتاع الاليزوس. وبعدين عندنا الجريتر تروكانتور ده الاتاتشمنت بتاع الابداكتورز الجلوتيس ميديس. وعندنا السيمفيسيس بيوبيس around the symphysis pubis موجود فيها الادكتور موسلز. وعندنا الاليا كريست ودي موجود فيها عضلات كثيره جدا اللي بتربط البلفس للابدومين اللي هم الاكسترنس الاكسترنال والانترنال اوبليكس مع الترانسفيرز ابدومينس، وطبعا طالع منها التنسر فشلاته نازله لتحت مع الالي تيبيال باند. لو جينا نبص بقى هنا على الصوره ديت هنلاقي دي الاماكن اللي بيظهر فيها الاستريس فراكتشرز، اللي اسف معذره، اللي بيظهر فيها الافالجن فراكتشر. طبعا الافالجن فراكتشر شهير جدا في انهي فتره من فترات العمر وخصوصا في الرياضيين، في فتره الادلسنت ستيج. ليه بقى في الادلسنت ستيج؟ لانه الفتره دي بيبقى فيها، وده معذره يعني ممكن يبقى يجي سؤال في الامتحان، لماذا الادلسنت ستيج بالذات يظهر فيه الافالجن فراكتشر؟ لان بيبقى عندي البيوبرتي بدات تظهر، اعراض البلوغ، المسل باور بدات تزيد وبقوه، وستيل الابيفيزيال بليت ما قفلش، ولذلك الماسكلر اتاتشمنت اراوند بلفس بيشد جامد جدا، او المسل كنترول اراوند بلفس بيشد، المسل تنشن اراوند بلفس يشد جامد جدا على حتت لسه ستيل ضعيفه ومفتوحه اللي هي الابيفيزيال بليت، فيعمل لنا الاستريس فراكتشرز في الاماكن اللي حضراتكم شايفينها قدامكم ديت. طيب لو جينا نبص بقى على احد مناظر الاستريس فراكتشرز في الاكس راي، فعندنا طبعا ايه الصوره دي بتاعت الانتيرير انفيرير اليك سباين، واضح خالص الكسر هنا، وبعدين دي الصوره مكبره، وبعدين دي احد الصور الثانيه اللي بيبان فيها ايه الاستريس فراكشر. ولذلك وطبعا خلينا ناخد صوره اخرى اللي هي دي الافالجن فراكشر بتاع الاسكيل تيبروزيتي، ودي العمليه اللي بيعملوها، لان الافالجن فراكشر بتاع الاسكيل تيبروزيتي الحقيقه علاجه بيبقى اوبرتيف، بياخد كومبريشن سكرو عشان يثبته في مكانه. وطبعا حالات الافالجن فراكشر اتس نوت بيلونج تو ذا فيزيوثيرابي، لازم دي تتحول للاورثوبيدست. اذا لو انت حضرتك بتشتغل في مجال اصابات الملاعب وجالك البيشنت اذا كان مثلا بتشتغل في الناشئين او كده، وبعدين الولد طلع يشكو من الم عند الانتيريور سبيريك سباين، ودي شهيره جدا لو اخفيكم، يعني لما كنا بنتعامل مع لعيبه الناشئين شهير جدا ان البيشنت يجي عنده تراكشن ايبيفيزايتس على الانتيريور سبيريك سباين والانتيريور انفيريور سباين، وهذا التراكشن ايبيفيزايتس كان الحقيقه يعني لازم يشك فيه على ان هو افالجن فراكتشر. و طبعا الافالجن فراكشر بيصاحبه الام صعبه وسخيفه قوي على اماكن الاتاتشمنت بتاعه الماسلز. وطبعا عندنا الاسكيل تيبروزيتي حاله شهيره جدا مع الفايلنت كونتراكشن اوف ذا هامسترنج ماسلز، وزي ما قلنا بقيه الاماكن زي ما شفناها في الصور اللي اتعرضت على حضراتكم. ده كلام جميل. نيجي بعد كده ليه الاوستايتس بيبس. الاوستايتس بيبس ده الاحتمال الثاني اللي وارد في حالات الجراين انجريز. يبقى انا اول حاجه البيشنت يجي لي تعبان اصوره على طول. كويس. لما اصور البيشنت اتاكد انه ما عندوش لا افالجن فراكشر ولا ستريس فراكشر،
وخصوصا لو كان عنده سنه صغير، يبقى انا اشك في الافرجن على طول. لو كانت في ميل و جايه لي تشكي من كراين بين، يبقى نسال عن المنستريويشن. لو لقينا في مشكله خلاص يبقى انت كده ايه المساله بنسبه كبيره عندها الاسترس فراكشرز. طب لو ما فيش بقى، يعني عملنا الاكس راي عشان سيرشنج فور اني فراكشرز اند وي ديدنت فايند ات، وجي البيشنت يشكو من بين، من بين عند منطقه الانتيرير جراين اريا او سيمس بيوبس، نشك في ايه؟ نشك في ان البيشنت ده يكون عنده حاله من ثلاث حالات شهيره جدا بغض النظر عن الترتيب في الشهره، لانه الاوستايتس بيبس مش اشهرهم في الترتيب او مش السبب الرئيسي في الالم. اول حاجه خلونا نقولهم بالترتيب، اللي هي يكون عندي ادكتور انجري بس فوق عند الاتاتشمنت، او سبورتس هيرنيا، او اوستايتس بيبس. الاوستايتس بيبس بقى الحقيقه يعني من تكرارها وانتشارها حبيت احطها بعد حالات الانجري، لانها بدات في الفتره الاخيره تنتشر، وحتى في اللعيبه اللي هم بتوع السله. يعني الفتره الاخيره حاجه غريبه جدا، لعيبه السله ولعيبه الطايره بداوا يصابوا بالاوستايتس بيبس نتيجه الاوفرلودنج اللي بيحصل لهم. ايه الاوستايتس بيبس؟ انا عارف ان انتوا خدتوا كلام عن الجراين انجري قبل كده، ولكن حبيت ان انا اعمل اسلط الضوء شويه عليه بشويه تفصيل، لان لاهميه الموضوع، وناخد فيه شويه ديتيلز عن كده في الديفرنشال دايجنوستس بتاعه وفي الاسسمنت وفي التريتمنت، ناخد تريكس كلينيكال تريكس خاصه بالمساله ان شاء الله رب العالمين تفيدكم. اعتقدش ان احنا خدناها في المحاضرات السابقه يعني مع الدكاتره في الترمات اللي فاتت. فعندنا في الاوستايت بيبس عباره عن ايه؟ عباره عن بيوبيك سيمسز بين، يبقى بين ات ذا بيوبيك سيمسز بي ريفير تو ذا سراوندنج اريا including بقى اللور ابدومن، الهيب، الجراين، السكروتوم اور البرينيوم، سكروتوم اوف ذا ميل اند البرينيوم. يبقى الاستاذ بيبس عباره عن بين بيظهر في السيمسيس بيبس ريليتد تو ذا سيمسيس بيبس، وبعدين يبدا يسمع في اسفل البطن عند الادكتورز، ممكن يخش لاترال شويه عند الهيب، وغالبا بينزل تحت يخش على البرينيوم، وهو في السكه ياخد السكروتوم معاه، فالبيشنت يحس بالم ماسك المنطقه بتاعت الانتيرير جراين انجري انتير جراين اريا وهو نازل لتحت واخد معاه البرينيوم. ما الحاله بتشتد اكتر بياخد مع الانس كمان، يبدا البين يحزم المنطقه دي من تحت من قدام لغايه ورا، وبعدين ممكن البين يبقى في الغالب يعني بدايته يونيلاترال ثم ينتقل البين الى ان يصبح بايلاترال. ففي الحاله ديت اول ما ده يحصل يعني ايه بنبدا نشك الحقيقه في حدوث الاوستايتس بيبس. ودي الحقيقه صوره، يعني بصوا حضراتكم ده السيمسيس بيبس. لو جينا نبص على السيمسيس بيبس هنا انفليمد وايريجولار، فالايريجولاريتي دي احد علامات السيمسيس بيبس، وطبعا الايه الديمينشنج اوف ذا ديسك سبيس بتوين البوث الياك بونز في السيمسي بيبس جوينت. طيب لو جينا نبص على اسباب السيمسي بيبس اللي هي الاوستايتس بيبس، الاوستايتس بيبس الحقيقه ليها عوامل كثيره جدا ممكن تؤدي ليها. احيانا يعني بعض الاسباب بيكون انه في abnormal shearing forces across the pubic symphysis نتيجه المسل امبالانس. ازاي الكلام ده؟ ركزوا معايا في الكلام ده يا دكاتره عشان نبدا نخرج بمعلومه تكون مفيده شويه. احنا عندنا الادكتور muscles attached to the lower part of the ايه؟ attached اللي رجع كده للصوره. احنا عندنا هنا الادكتور attached في الحته دي بالشكل ده كده عند البوينتر كده وهو بيعلم، والادكتور الثانيه attached هنا في الحته دي كويس، وبعدين عندنا اللور ابدومين اتاتشد هنا اتاتشد كده. يبقى انا كده الدكتور وبعدين عندي هنا لور ابدومين. في ابونيوروتيك كومبلكس الدكتور ابدومينال ابونيوروتيك كومبلكس، يعني الادكتور زي بتروح ماده ابونيروزز مغطي منطقه السيمسيس بيبس، والادكتور دي تغطي تمد ابونيروزز يغطي منطقه السيمسيس بيبس، والريكتس ابدومينس هي كمان تنزل بابونيروزز فيديني هنا شيت مغطي المنطقه دي كلها، بحيث ان هو يدي ستابلايزيشن او ماسل بالانس فورسز بتوين الابدومينال اند بوث ادكتورز. فيحصل لو حصل انه في تراكشن فورسز اختلت
ما بين البوث ادكتورز والابدومينال ماسلز يبدا يحصل ابنورمال شيرك فورسز على منطقه سيمسي بيبس، فيبدا يحصل فيه انفلاميشن وبين وهكذا. فده احد الاسباب المرشحه بقوه جدا انها تكون هي السبب المؤدي لهذه الالام. اذا فحدوث حاله المسل امبالانس بتوين البوث ادكتورز الابدومينال ممكن يؤدي لهذا الكلام. طب خلينا نكمل بقى في قصه المسل امبالانس دي لانها مهمه جدا. ازاي بيحصل المسل امبالانس؟ اولا عندي stability between the different muscle groups، المفروض ان انا عندي stability between different muscle groups حوالين ال pelvis، المفروض ان الابدومينال ماسلز ايكوالايزد التنشن بتاع البوث ادكتورز، يبقى الابدومينال بتشد لفوق والبوث ادكتورز يشد لتحت بايكوال تنشن. الادكتور دي اللي هي الليفت سايد دي بيظبطها التنشن بتاع الاب دكتورز، والادكتورز الرايت سايد يظبطها التنشن بتاع الاب دكتورز في الاذر سايد. وبعدين عندي الفليكسورز هنا مظبوطين مع الاكستنسورز، والفليكسور مظبوطين مع الاكستنسورز، والبوث ادكتورز مظبوطين مع الابدومينال، والابدومينال مظبوطه مع الباك. يبقى انا كده عندي ماسكولار بالانس رابط ما بين الابدومينال باك، ادكتور ادكتور ابدومينال، ادكتور ابدكتور، ادكتور ابدكتور اذر سايد، فليكسور اكستنسورز ذا بوث سايدز. بهذا الشكل يحصل عندي بالانس اراوند السيمفيسيس بيوبيس. لو بدا يحصل اختلال في اي مجموعه عضليه تبدا تاثر على المجموعه الثانيه، والمجموعه الثانيه لو اختلت بمثلا لو حصل ويكنس اوف ذا اب دكتورز يحصل ايه؟ لو حصل ويكنس اوف اب دكتورز ايا كان رايت او ليفت يخلي الاد دكتورز ذا سيم سايد تشد. لما الاد دكتور ذا سيم سايد تبدا يحصل فيها هايبرتونيا او اوفر تنشن تبدا تشد على السيمس بيبس في هذه الناحيه كده، تشد كده فيحصل تراكشن فورسز في هذه الناحيه ويحصل ان ايكوال تنشن بتوين البوث سايدز اوف ادكتورز. نجمع بقى البوث ادكتورز مع الابدومينال يبقى في عندي مشكله في البالانس هنا، وده احد الاسباب القويه جدا للمسل للاوستيس بيبس. تاني حاجه او السبب الاخر اللي هو البور فلكسبيليتي، لانه لما يكون عندي لوس اوف فلكسبيليتي في الماسكولار اتاتشمنت مع الليجامنتس اتاتشمنتس الموجوده حوالين السيمفيسيس بيوبيس بنلاقي ان انت عارف الحاجه الناشفه لما تيجي تشد بتروح شده بقوه، ما بقاش في عنده مرونه تديلي الفلكسبيليتي. لما اجي اعمل ستريتشنج على المسلز ما يبقاش فيه الفلكسبيليتي المطلوبه اللي تريح التيشز وهي بتشد عليه. فالبور فلكسبيليتي احد الاسباب القويه جدا في حدوث الاوستيس بيوبيس، ووجد ان البيشنت اللي عندهم اوستيس بيوبيس عندهم لوس اوف فلكسبيليتي اوف ذا هيب جوينت بالذات، بتلاقي في loss of internal rotation معناه ان الاكسترنال روتيتورز فيهم تنشن، وعندهم الهيب كبسول بيبقى فيه تنشن، ودي احد الاسباب او البريسبوزنج فاكتور فور اوستيتس بيبس. الكلام ده مهم قوي يا دكاتره، يا ريت حضراتكم يعني تبقوا مركزين معايا في المحاضره عشان ان شاء الله يعني نستفيد منه، وحتى لو جه في الامتحان ان احنا مسؤولين عنه. يبقى البروف فلكسبيليتي سبيشالي الهيب جوينت flexibility especially the internal rotation range اللي هي الاكسترنال روتيتورز يعني مع الهيب كبسول. والسبب الثالث الشهير جدا في الاوستيس بيبس اللي هو الساكرو ايليك جوينت. تعالوا نرجع تاني للصوره ديت اللي بتتكلم. طبعا حضرتك عارفين ادي الساكرو ايليك جوينت طبعا متصل بالسيمس بيبس. لو الاليوم ديت اتحركت سواء بوستيرير او انتيرير السيمس بيبس هيتحرك هو كمان، لان دي جاست وان لاين. لما دي يتحرك معذره لما دي يتحرك هيحصل ايه هنا على الجوينت؟ هيحصل abnormal compression على اللود اللي واقع على منطقه السيمفيسيس بيبس. اذا فالساكرو ايليك جوينت هو احد الاسباب المباشره لحدوث البين في منطقه السيمفيسيس بيبس. كل الابنورمالتيز دي بتؤدي في الاخر الى pelvic pathomechanics. لما يكون في عندي بيلفيك باث ميكانكس ما يبقاش في مشكله لو الراجل دوت ما هوش اثليتس. طب لما يبقى اثليتس وما فيش لود عليه قوي برضه ما يبقاش في مشكله. انما لما يحصل كابلنج بقى بتوين البيلفيك باث ميكانكس ديت مع المالتيبل ريبيتيشن اوف اجريفيتنج موشنز، يعني يبدا يتحط عليه ستريسز قويه وتمارين كتيره، ويبدا الولد يبقى ابيوزد او السبورتيفز يبقى ابيوزد يعني مستخدم بشكل عنيف جدا، يبدا يحصل مايكرو تروما تو ذا بيوبيك سيمفيسز
results in inflammation and muscle spasm and muscle tension guarding spasm around منطقة بتاعت ال symphysis pubis، والبيشنت يعاني من الآلام بتاعت الأستاذ بيبس. يبقى أنا كده شرط حدوث الأستاذ بيبس في عندي باث ميكانكس حوالين البلفس أو حوالين السيمسيس بيبس، جاي يا إما من اللوس اوف فليكسبيليتي، يا إما من الأبنورمال شيرنج فورسز اللي جاية من مسل امبالانس أراوند البلفس، يا إما من الساكرايليك ديس فانكشن كابلت. الكلام ده يبقى كابلت مع الاوفر ستريسز. طبعا لكم حضراتكم ان تتخيلوا الاوفر ستريس دي متوفره وبقوه جدا في اللعيبه عندنا في البلد في مصر، يعني لانه حتى اذا كان في السن الصغير الولد ممكن يشارك في، لما كنا يعني معاهم في الناشئين الولد ممكن يشارك في ثلاث فرق، الفرقه بتاعته وفرقه فوقيه لانه حريف، ولا يمانع القانون من مشاركه لاعب صغير في الفرقه اللي فوقيه وممكن في الفرقه اللي تحتيه كمان لو كان سنه يسمح بذلك. فممكن تلاقيه بيشارك في ثلاث فرق، وطبعا لانه حريف بيتاخد في المنتخب. لكم ما تتخيلوا الولد ممكن يلعب 7 ماتشات في الاسبوع واحيانا ماتشين في اليوم، فده اسمه ابيوز للعيبه دول. وده طبعا مع البيوبرتي وزيادات المسل تنشن حوالين البلفس مع وجود الباث ميكانكس يؤدي لنا للانفلاميشن. وطبعا الاستاذ بيبس يعني حاله من الحالات السخيفه جدا والحالات التي يصعب التعامل معاها والتريتمنت بتاعها صعب، وهي طبعا ما هياش ببساطه كده الدنيا يعني بتحصل والبيشنت هيريح شويه وخلاص الالم هيروح ويخلص الموضوع، لا الحقيقه الموضوع اعقد من ذلك. طبعا الاستاذ بيبس دي ليها جريدز، فاحنا عندنا الاستاذ بيبس دي 4 جريدز. جريد نمبر 1 اوف ذا اوستاتس بيبس اللي هي الفيرست جريد، ودي الفيرست والسكند جريد دي بنشوفهم في معظم الناس في معظم اللعيبه يعني بالذات الفيرست جريد، وده طبعا بيهمله اللعيب بيهمله تماما. ليه؟ لانه قادر على تخطي الموضوع، الالم مش مزعج قوي، الدنيا بسيطه، شويه بيريح الالم بيروح، ياخد مسكن الامور بتهدى. ولكم ان تتخيلوا طبعا انه البين جاي نتيجه التراكشن فورسز اللي بتحصل من الادكتورز، الادكتورز الحقيقه من العضلات التي لا تهدا ابدا. ليه؟ لانها بتشتغل في كل الستبس سواء انت ماشي او مش ماشي، لانها بتظبط الالاينمنت بتاع اللور ليمب في الميد لاين عشان ما يروحش في ابدكشن. طيب فجريد نمبر 1 في عندنا البيشنت بيعاني من جراين بين اون ذا كيكينج سايد بس، يعني الناحيه اللي بيشوط بيها الكوره الناحيه المصابه بتبقى جاست يونيلاترال بين. البين ده ممكن يسمع مع شوط الكوره، يسمع مع يروح لك لاترال شويه عند الانجوينال اريا وينزل عند الادكتورز. في البدايه البيشنت بيحس بالم، ولكن مع التسخين يبدا البين ده يروح، ولكن اول ما يبطل التريننج ويهدى وجسمه يهدى يبدا الالم يظهر من جديد، لانه زي ما يكون جسمه كان سخن وبعدين كان بلاد سبلاي كان عالي، اول ما هدي البري استايتس اللي حصل على الادكتور ريماي على البيوبيك ريماي وعند منطقه سيمسيس بيبس والتراكشن فورسز اللي كانت جامده مع الكومبريشن اللي حصل على السيمسيس بيبس يبدا البين يظهر اثناء الريست. طيب ده جريد نمبر 1، يبقى انا كده جريد نمبر 1 يونيلاترال رايح للادكتور مع الانجوينال اريا وبعدين يختفي اثناء التريننج ويظهر اثناء الريست وما بيبقاش مزعج، يعني هو قادر الاثليت قادر على انه يتخطاه وعلى انه يتعامل معاه. ده كلام جميل. نخش بعد كده في جريد نمبر 2، انه البيشنت بقى البين ما بقاش في ناحيه واحده، لا البين بقى بايلاترال، ولكن ستيل البيشنت او الاثليت في هذه الحاله قادر على انه يكمل، والالم نفس الموضوع، اول ما بيبدا اللعب يبدا والتريننج يبدا الالم يبقى موجود وان يقل يقل لغايه ما يختفي تماما وهو جوه الملعب او هو في التريننج، ولكن لما بيرجع يبطل التريننج بيبقى عنيف، المره دي بيبقى اعنف. يبقى انا كده علامه جريد نمبر 2 انه بقى بايلاترال وان الوجع بقى زياده بقى ملحوظ، يعني عامل له قلق عامل له قلق، ولكن بشوية مسكنات وده في الغالب اللي بيحصل بيبدأ برضو يهمل ويكبر دماغه لغاية ما يدخلنا في جريد نمبر 3. جريد نمبر 3 انه طبعا عندي bilateral inguinal pain وادكتور pain ويبدأ يسمع في الابدومن وبعدين يبدأ البين يظهر اثناء التريننج، بقى هو بقى بيشوط الكرة وهو بيجري سبرنت وهو بيتشينج دايركشن وهو بيتشينج فروم
from position to position. البين بالذات بيظهر في حالات الاوستيتس بيبس مع التشنجنج اوف دايركشن والجامبنج. يبقى الجامبنج والتشنجنج اوف دايركشن والجامبنج على وان لمب بالذات بتظهر البين قوي عند البيشنت دوت. وطبعا بعد ما بيخلص تريننج بيبقى مش قادر خالص، بيبقى مش قادر، الم جامد، تعبه، عامل له اعاقه في الحياه، ولكن مش لدرجه انه ينتفير مع الاي دي ال. هو لو بذل مجهود زياده، لو مد رجله وكذا، يظهر البين لغايه ما يتحول الى جريد نمبر 4. بس في جريد 3 طبعا ما هوش قادر يلعب، مش قادر يشارك في الماتشات. ليه؟ لان الالم بقى يخش معاه في التريننج، ودي كانت اول مره تظهر معاه ان الالم يخش في التريننج. نخش بقى في جريد نمبر 4، ودي الحقيقه حاله بتبقى صعبه جدا جدا جدا. الالم بقى بيبقى موجود طبعا بوث ادكتورز، بوث انجوينال ابدومينال، وبعدين بيروح ل ممكن يسمع ورا، يحس الم عند اللور لامبر سباين، عند اللامب بلفيك ريجن. وبعدين الالم ياخد بقى زي ما كنا بنقول في البدايه، ينزل على البرينيوم ويخش في الانس، ويبدا البين مع البيرنج داون، يبدا مع الديفيكيشن، مع الكافينج، مع السنيزنج، مع المشي العادي، مع انه مثلا لو رجله خبطت في، يجي يقول لك انا ما بقتش قادر يا دكتور خالص، انا لو رجلي خبطت في طوبه بتشل، بقف كويس. وطبعا ما بيقدرش لا يشارك في حاجه ولا حتى يمارس الاي دي ال اكتيفيتي بتاعته. كان في بعض اللعيبه، واللعيبه مشاهير الحقيقه، كان البين وصل الى انه وهو قاعد حاسس بنار في المنطقه بتاعه البيوبيك سيمفسز مع البرينيوم مع الانس، ودي كانت حاله من الحالات جريد نمبر 4. تمام، دي تقسيمه للاستاذ بيبس اكوردنج تو ذا كلينيكال برزنتيشن، ودي الحقيقه من الحاجات المهمه. طيب ليجي نقل البيشنت بقى في هذه الحاله اللي عنده استاذ بيبس، عايزين نعمل له اسسمنت. فبنعمل ايه؟ زي ما اتفقنا، اول ما البيشنت بيجي بنعمل له ايه؟ بنعمل له اكس راي. الاستاذ بيبس مع الوقت بيبدا يظهر فيه يعني يبدا يظهر اعراض في الاكس راي، ويبدا يظهر اعراض في البون سكان. يعني يحصل ابتيكنج للريد تريسر اللي بيتاخد في البون سكان، ويتشاف حوالين السيمسي بيبس. طب امال الراديولوجيكال فايندنجز؟ يعني احنا في الغالب ما بنعملش البون سكان الا فور كونفرميشن، ومع البون سكان ممكن نعمل ام ار اي عشان نشوف اذا كان في عندي اذر فايندنجز ولا لا. انما المعتاد اللي بيتعمل هو الاكس راي. اللي بيظهر في الاكس راي بقى بيبقى عندي اول حاجه سكليروزز على السنسي بيبس، و بيبقى في سب كوندرال سيست، بيبقى في سب كوندرال ريزوربشن، يعني سكليروزز ورا السكليروز ده في ريزوربشن، وريزوربشن دوت جواه سيست. كويس، ريزوربشن يعني ال خلاص العظم بدا يضعف شويه مع السكلوراتيك مارجن اللي موجود. وبعدين ممكن بقى مع الحاله مع تطورها تلاقي الايدجز بتاعه السيمسيس بيبس بدا يحصل لها فراجمنتيشن، ويبقى الجاينت شكله الريجولر. وبعدين مع الحاله مع التطور بتاعها يبدا يحصل ايه؟ يحصل اوستيوفاتيك كليبنج او بريجنج ما بين البوث بيوبيك ريماي. والحاله دي بتبقى الحاله عنيفه الحقيقه. وطبعا بلاقي في كومبريشن بتوين السيمفس بيبس بوث اندز، البيوبيك ريمسز بتوين بوث سايدز بتضغط على بعض، والديسك اللي في النص بيتفعص، الديسك اللي في النص بيتفعص. نيجي نعمل الاكس راي فيوز اللي بتطلب في هذه الحاله. بنعمل اول حاجه بايلاترال ليج سبورت ستاندنج، او بايلاترال فيت سبورت ستاندنج، وبصور اي بي، وبعدين اعمل فروج بوزيشن. فروج بوزيشن عارفينه حضراتكم، ينام على ظهره ويفتح رجله الاثنين زي الفروج كده، وبعدين نصور من اي بي. ليه الفروج بوزيشن؟ عشان اشوف الاوبننج بتاع السيمس بيوبس بيفتح معايا ولا ما بيفتحش. وبعدين يعمل حاجه اسمها فلامينجو فيو. فلامينجو فيو يعني يعمل سبورتنج على وان لمب، يقف على رجل وبعدين اصور اي بي، وبعدين ينزلها ويقف على الرجل الثانيه يرفعها واصور اي بي. ليه بقى بعمل الكلام ده؟ وتعالوا نبص كده على الاكس راي ديت بتاعه واحد عنده استاذ بيبس واقف في فلامينجو فيو على الرايت سايد. زي ما حضراتكم شايفين ليه الكلام اللي احنا كنا بنقوله، ادي اللاين بتاع السكليروزز في الناحيتين، وادي الريجولار سيرفيس من هقول هنا، ادي الريجولاريتي واضحه جدا، ادي عندي
شارب ايدج الناحيه دي، وادي اوستيفايتس خفيفه قوي بدات تظهر هنا، وعندي بدا يحصل كومبريشن في السيمفسي بيبس في بعض الاماكن في الجوينت دوت. ده الفلامينجو فيو ده بحتاجه في ايه؟ بشوف بيه الانستابيليتي اوف ذا سيمفسي بيبس جوينت. لما البيشنت يقف على الرجل اليمين ويشيل الشمال، البلفس يضرب على الناحيه دي، فبالتالي لو في هنا انستابيليتي هلاقي في ان ايفن ليفل اوف ذا سيمفسي بيبس سيرفس، هلاقي الناحيه ديت نزلت والناحيه دي كانت طالعه، وبعدين يقف على الناحيه الثانيه واشوف الانستابيليتي دي موجوده في الناحيتين ولا لا. طب المفروض يبقى الليفل اللي البيشنت يعني المسافه النورمال ليفل اللي المفروض المسموح بيها في الحركه قد ايه؟ النورمال ليفل الحقيقه المفروض انها تبقى 8 مللي. يبقى انا لو عندي اكتر موفمنت حصلت في البوث اندز دول اكتر من 2 مللي، دي الحته دي قد ايه؟ تيجي لها 2 مللي تقريبا، اكتر من 2 مللي يبقى كده انديكيتور فور انستابيليتي. احد التقسيمات للاستاتس بيبس سيفيريتي هي الاكس راي فايندنجز، الاكس راي فايندنجز مع الانستابيليتي. طب لو لقينا انستابيليتي والمفصل ده بيتفتح على الاخر، المفصل ده مفتوح على الاخر او في انستابيليتي عاليه جدا، الحاله دي ما هياش فور فيزيوثيرابي، الحاله دي فور اوبتيف مانجمنت. نيجي بقى كده تريتمنت اوف اوستاتس بيبس. انت في اوستاتس بيبس احنا الحقيقه مش هنتكلم عن الموضوع بشكل مفصل، هو الموضوع اوسع من كده بكتير. وقبل ما نخش في تريتمنت كمان احب اقول ان احنا ان شاء الله الاسسمنت بتاع الاستاذ بيبس هنجمله في الاخر في الاسسمنت توتال في الجروين انجريز عموما. يعني لما يجي لنا حاله جروين هنقول في الاخر سكشن الاسسمنت نعمل فيه ايه، وهنشير الى الاسسمنت بتاع الاستاذ بيبس. بالنسبه للتريتمنت ها هو الاستاذ بيبس من احد اصعب الانجريز اللي ممكن تحصل في السبورتس انجريز. كتير جدا بيجنح في التريتمنت او بيميل في التريتمنت لان هو يريح البيشنت، ياخد انتي انفلاماتوري تابلتس، يعمل الكتروثيرابي، يعمل ستريتشنج للادكتورز، وبعدين لما البين يختفي ينزل تاني. اهي المشكله كبيره جدا، اول ما بينزل بيرجع البين تاني، ولذلك ده يدي للحاله صعوبه وبيديها ريزيستنس قويه للتريتمنت. ولذلك الاكتف ريهابليتيشن تريتمنت او الاكتف تريتمنت بيسموه الاكتف تريتمنت او الاكتف ريست، ده الموست سيتابل بروجرام فور ذيس بيشنتس. ولذلك يعني زي ما الكلام المكتوب قدام حضراتكم احنا بنعتمد في التريتمنت جنرالي على الفيزيكال ريهابيليتيشن. مهم وهو بيشتغل ما يبقاش في بين، بين يعني البين بروديوسنج اكتيفيتيز شود بي افويدد. لازم يشتغل بين فري اكسرسايز، بيعمل بين كالينج موداليتيز، يعني يشتغل على الالتراسونيك مثلا. دي احد الحاجات المهمه اللي بنشتغلها على الاستاذ بيبس، بنشتغل تنس، ممكن نشتغل في ابلكيشن، وبعد كده نبدا نشتغل اكتيف ريهابيتيشن بروجرام. مهمه قوي حمام السباحه في الحاله ديت، الحمام السباحه الدافي بينزل فيه ويبدا يعمل ريهابيتيشن مع الفيزيكال ثيرابيست او مع الريهابيليتور، وبعدين يبدا يطلع يعمل ستريتشنج اكسرسايز للابدومينال والباك والادكتورز. بيبدا يشارك بعد ما الالام بتقل في رننج بروجرام. الرننج بروجرام اهم حاجه ما يبقاش فيه بين، يعني نون بينفول اكتيفيتيز. طبعا بيافويد الكيكنج مع التشينجنج اوف ذا دايركشن. الحاله بتتراوح العلاج بتاعها من 3 ل 6 شهور، وبعض الليتريتشرز اتكلمت في 9 شهور وبعضهم اتكلم في 12 شهر، حتى ان هم في ريفرنسز كتيره قالت ان متوسط رجوع العيانين بيبقى تقريبا 9 شهور. يعني احنا بنتكلم في مده طويله جدا اكتر من حتى حالات الاي سي ال ريهابليتيشن. بعد ما نخلص مرحله البين دي لازم مهم قوي ان احنا نرجع الباثو ميكانكس تاني للي حصل حوالين البلفس، فنعالج الابنورمال باثو ميكانكس اللي حصل ونرجع النورمال ميكانكس. طبعا بيشتغل على الماسل بالانس اراوند البلفس، على الكور ستابيليتي، اتس فيري امبورتنت في العلاج بتاع الحالات ديت. السترينثنج اكسرسايز الجراديويتد بين فري سترينثنج اكسرسايز. ااا
اسوشيتد مع الاستريتشنج اكسرسايز للالي تيبيال باند والادكتورز بالذات والشورت ادكتور سبيسيفيك في الادكتورز مع الابدومينال ماسلز. لو كان في عندي باث ميكانكس للساكرو اليك جوينت يعني وي هاف تو بي كونسيدرد وي هاف تو كونسيدر ات ان تريتمنت. نعمل assessment, good mechanical assessment for sacroiliac joint and good mechanical treatment for sacroiliac joint سواء بموباليزيشن او manipulation عشان نرجع النورمال surfaces contact للsymphysis pubis. الopen pock stretching position زي الopen pock position بتاع الfrog position بتاع الاكس-ray بنعمل stretching منه عشان نقلل بيه الستريسز على الsymphysis pubis joint. بالشكل ده بنقدر ان احنا تقريبا يعني نتناول التريتمنت ده من غير تفصيل. طبعا التفصيل اوسع من كده بكتير. ممكن ان شاء الله رب العالمين لو اتقابلنا في العملي ان احنا يعني ايه او في اي اسئله ممكن حضراتكم تبعتوها لنا ان شاء الله. وفي سكشن التريتمنت اللي هو التوتال تريتمنت او يعني التريتمنت العام اللي هنتكلم فيه برضه في النهايه في نهايه المحاضره ان شاء الله او في نهايه المحاضره الثانيه اللي جايه بعد كده هنتناول برضو جزئيات من جزئيات التريتمنت بتاعت الاستاذ بيبس. طيب احنا كده قلنا ان احنا عندنا حالات شهيره جدا في البين. اول حاجه هنشك في ان الراجل ده مكسور، ما لقيناش كسر يبقى عندنا ثلاث حالات شهيره جدا بنتعامل معاها في السبورتس انجريز في منطقه الجروين. مش اشهرهم الاستاذ بيبس بس اهمهم، حضراتكم واخدين بالكم اهمهم الاستاذ بيبس ولكن ليست اشهرهم. ليه؟ لان الاستاذ بيبس خاصه بالفيزيوثيرابيست عشان كده احنا حطيناها في الاول. ولكن الحاله التاليه اللي هي شبه الاستاذ بيبس بالظبط بالظبط اللي هي السبورتسمان هيرنيا او الجليمرز هيرنيا. السبورتس هيرنيا دي تاخد رقم 2 في اشهر الاسباب للجروين بين، يعني سايت نمبر 2 في الجروين بين. سايت نمبر 3 هو السبورتس الاستاذ بيبس، نمبر 1 اللي جايه بعد السبورتس هيرنيا ان شاء الله. فالسبورتس هيرنيا دي بتريفير لايه؟ بتريفير لكرونيك جروين بين عن طريق ويكنس اوف ذا بوستيرير انجوينال وول، ولكن مفيش اوبفيوس هيرنيا. يبقى انا عندي ويكنس في البوستيرير وول اوف ذا of the inguinal ligaments بيحصل مع البيرينج داون زي بولجنج خفيف كده في البريتينيوم يعمل كومبريشن على البيوبيك بون. في هذه الحالة البين بيبدأ insidious onset، يبدأ gradual وبعدين بنشك في انها استاذ بيبس ويتم التعامل مع البيشنت ده على انه استاذ بيبس. نفس القصة بياخد راحة وكذا وكذا، وطبعا نفس بروجرام نفس الكورس اوف باثولوجي بتاع الاستاذ بيبس هو هو الكورس بتاع السبورتس هيرنيا بالظبط. البين بي وورسن مع يعني يبدا البين يظهر ككمبريشن على على البيبس، وبيظهر البين مع البوست ريست، وبيظهر بعد الاكتيفيتي، ثم يظهر مع الاكتيفيتي، ثم يورس وياخد الكورس بتاع الاستاذ بيبس. ولكن الفرق هنا شويه اختلاف بسيط والحقيقه بيبقى كلينيكالي تفريقه صعب، ان البيشنت بيحس ان البين مور ديبر مور ديبر وشويه بروكسيمال، ما هواش واخد مش متطرف، يعني ما هواش مبدئيا مش متطرف ناحيه لاترال ولا نازل ديستال في الادكتورز، ولكن مركز في منطقه الوسط و ديب انسايد ذا ابدومين. طبعا كلينيكلي عشان تقول الكلام دوت ما هو ممكن يكون ده استاذ بيبس. اه طبعا ممكن البين بتاع الاستاذ بيبس يبقى لوكالايزد على على البيبس، وممكن يبقى واخد حته ديب، وممكن يبقى واخد الكورس بتاع السبورتسينيا، ولذلك الفرق بينهم الحقيقه شبه تقريبا مستحيل ان احنا نفرق بين الاثنين كلينيكلي. اللي بيزود نفس الكلام الكاكينج اكتيفيتيز الرننج الانديورنس اكسرسايز التشينجينج دايركشنز الاوفر ستريسز والحاجات اللي فيها بيرنج داون. امال احنا يعني بنعرف الكلام ده ازاي؟ لازم البيشنت يعمل ابدومينال بلفيس سونار عشان نكتشف اذا كان في سبورتس هيرنيا مع البيرنج داون ولا لا. البين في السبورتس هيرنيا الحقيقه بيديفيوز على المنطقه بتاعت البروكسيمال بورت، بياخد لي في البدايه بيبقى لوكالايزد في النص، وبعدين يبدا يروح لاترال سنه على الانجوينال ليجمنت، ما بياخدوش كله بس بيبقى somewhat up to the mid
point of the inguinal ligament وانت داخل بروكسمال او ميد لاين، وبعدين بياخد بقى الجزء اللي تحت من عند الانتيرير سيرفيس اوف ذا بيوبس ويروح داخل على البرينيوم، وبعدين يطلع سنه فوق عند الابدومينال ماسلز، وبعدين يروح نازل سنه على الادكتورز، ما بياخدش الادكتورز كلها ولكن بياخد شويه في الادكتورز، وبعدين يروح ينتقل للاذر سايد. في 30% من الحالات بيبقى فيه تستيكولار بين، البيشنت يحس بين في التستس، وفي الحالة دي بيشك بقى ان هو ممكن يكون عنده فاريكوسيل يعني دوالي في التست، فيجي يعمل الالتراسونوجرافي عشان يكتشف اذا كان في تستيكلر فاريكوسيل ولا لا، فما بيلاقيش، ولكن البين هنا بيبقى جاي ريفيرد بين مي من السبورتس هيرنيا. التريتمنت بتاع السبورتس هيرنيا زي ما قلنا الدايجنوز، عشان نقطع الشك باليقين محتاج نعمل سونار عشان نتاكد منه. التريتمنت بقى في كتير من الناس اللي عندهم سبورتس هيرنيا بيبقوا ما هماش سيمبتوماتيك، بيبقى اي سيمبتوماتيك، ولذلك بتهمل، ولكن لو ظهر بين، لو ظهر بين حقيقة بيبقى صعب ان احنا نتعامل مع الحاله دي ك نون اوبريتيف تريتمنت، بس ممكن اتعامل معاها كنون اوبريتيف تريتمنت. طبعا ممكن اتعامل معاها كنون اوبريتيف تريتمنت بالظبط زيها زي السبورتس، زي الاستاذ بيبس. ليه؟ لانه البين ممكن يبقى جاي نتيجه الاثنين، نتيجه السبورتس هيرنيا ونتيجه الاستاذ بيبس، وممكن يبقى جاي نتيجه السبورتس هيرنيا بس، وممكن يبقى جاي نتيجه استاذ بيبس في حال وجود اسيمبتوماتيك سبورتس هيرنيا. فلو جاي نتيجه استاذ بيبس في حال وجود اسيمبتوماتيك سبورتس هيرنيا العيان ده بيخف، بس هو لو في البين جاي نتيجه الكومبريشن بتاع الويكنس اوف ذا بوستير وول اوف ذا انجوينال وهو ده اللي عامل البين ويكون السبب الرئيسي، ما بيجيبش نتائج بالعلاج الطبيعي، وفي هذه الحاله بنضطر ان احنا نعمل عمليه. يبقى السيرجيكال ريبير فور ذا بينفول سبورتس هيرنيا في الغالب الحقيقه بيبقى ناجح بنسبه كبيره جدا جدا، 90% من العيانين تقريبا اللي بيعملوا العمليه ديت بيرجعوا تاني للرياضه، يمارسوا الرياضه بتاعتهم، وتقريبا الرجوع ده بيبقى وذن شهرين ونص يبدا تاني يمارس الرياضه، يعني من شهرين لثلاث شهور متوسطهم شهرين ونص يبدا يمارس الرياضه بتاعته مره تانيه. اذا التداخل ما بين الحالتين واضح جدا. لما يجي لنا الحاله ونعمل سونار ونلاقي سبورتس هيرنيا، دي كلينيكال تريكس مهمه، ما باخدش قرار العمليه الا لما بياخد فرصه على الاقل شهر في الفيزيوثيرابي، فيزيوثيرابي كاكتيف ريهابيتيشن بروسيس نون بينفول مع بين ريديوسنج موداليتيز مع سويمنج بول عشان يريح المسلز اثناء الكونتراكشن، وبعدين ستريتشنج كويس. لو لقينا الاعراض بتقل بنكمل وبن ريجين تو ذا ريتيرن تو ذا سبورتس اكتيفيتي. لقينا الاعراض بتقل بس بتنحصر في مكان عند الهرنيا، خلاص يبقى احنا كده الامور بدات، يبقى ده هو السبب، لان الاعراض مش بتختفي خالص، يبقى احنا بنخش نعمل سيرجيكال التريتمنت. ودي الحقيقه يعني ايه شكل المكان بتاع السبورتس هرنيا. لو جينا نبص هنا بنلاقي فيه هنا اوبننج في الوول بتاع الانجوينال اريا في الحته ديت. في عندي هنا الميكانيزم اللي بيعمل سبورتس هيرنيا ويعمل اوستاتيس بيبس ويعمل ادكتور بين، يحصل هايبر ابدكشن اوف ذا ثاي مع هايبر اكستنشن اوف ذا هيب مع روتيشن موفمنت، يعني يرجع رجله ويعمل لها اكسترنال روتيشن وابدكشن مع اكستنشن. الكلام ده يعمل سترين في حاجات كتير ومن ضمنها يعمل سبورتس هيرنيا. الحالة دي الحقيقة بتبقى محتاجة ريبير للبلفيك فلور، ولو حصل مشكلة في الادكتور لونجس او بريفيس او للبيكتينياس حتى بيعملوا لها دايركت ريبير مع العملية. نيجي نبص للصورة اللي بعدها هنلاقي انه ده الانجوينال اريا اهي، وده ويكنس بيحصل هنا، ويكنس للوول ده، الفاشية بتاعت الفاشية بيسموها الفاشية ترانسفيرزاليس بيحصل لها تيرنج، وده بيضعف الوول. هي الحقيقه الكونتنت بتاعت الفيسرا ما بتخرجش من هنا، بس ده بيضعف الوول اللي موجود في بوستيريور سايد للانجوينال اريا. يظهر البين من اول المنطقه دي كده، لان هو الحته دي بتروح داخله هنا، يظهر البين
تقريبا من نص الانجوينال ويبقى داخل على الابدومين ويبقى داخل على السيمس بيبس وينداخل على البرينيوم في المنطقه ديت، سنه ينزل الادكتور زي ما اتفقنا وتظهر الحاله، والحاله ديت اذا كانت هي السبب يبقى علاجها اوبرتيف تريتمنت. نيجي بقى للحاله اللي ممكن تعمل لي كومبرومايزيشن للمساله اللي هي النيرف كومبريشن. البين اللي موجود في المنطقه بتاعه السيمس بيبس والمنطقه بتاعه التستيكولار بين الحقيقه ممكن يكون جاي نتيجه نيرف انترابمنت. النيرف انترابمنت في المنطقه بتاعه الجراين ممكن يبقى له اسباب عديده، وممكن يبقى جاي نتيجه كومبريشن على اكتر من نيرف. فعندنا اول حاجه ممكن يحصل لها كومبريشن واشهرها لاتراكوتينس نيرف اوف ذا ثاي، وبعدين اللي بعد كده ممكن يحصل اليو انجوينال ليجامنت اند جينيتو فيمورال ليجامنت. نرجع تاني للصوره اللي فاتت، اللاتراكوتينس نيرف اوف ذا ثاي في صوره هتبينه بس خلينا هنا، ديت بيعدي من الحته دي ويغذي اللاترال سايد اوف ذا ثاي. الاليو انجوينال ليجامنت اند جينيتو فيمورال ليجامنت بيعدوا من المنطقه دي اللي هي الميد بوينت اوف ذا تقريبا، يعني ميد اند ميد تو ذا ميديان بوينت اوف ذا انجوينال اريا، ودي لو حصل ليه كومبريشن يعمل لي اعراض زي الاوستيتس بيبس وزي السبورتس هرنيا بالظبط. ولكن البيشنت لو عملنا كومبريشن عليها، لو عملنا كومبريشن على اماكن الانضغاط بتاعه النيرفز ديت يحصل ايه؟ يحصل راديتنج بين لمنطقه الجراين. البيشنت بيحس ببين عند بيحس ببين تستيكولار بين، ويحس ببين عند البرينيوم، ويحس ببين اراوند الانس، ويطلع سنه فوق عند الابدومينال بورت. والحاله دي بيشك انها تكون اساس بيبس، ولكن الحقيقه بتبقى جايه نتيجه نيرف انترابمنت. النيرف انترابمنت ده من اشهر اسبابه اللبس الضيق، والرياضيين الحقيقه بيلبسوا لبس ضيق كتير، يعني يلبس كومبريشن شورت عشان يعرق مثلا، يلبس بعد ما بيخلص بيبقوا عايزين يمشوا على الموضه فممكن يلبس بنطلون ضيق شويه، الفيميل ممكن تلبس بنطلونات ضيقه. فالحقيقه الكومبريشن ده بيعمل لي اريتيشن للنيرفز الموجوده اللي بتعدي في منطقه الانجوين الاريا مع اللاتر كوتينس نيرف اوف ذا ثاي. لو جينا نبص على الصوره ديت، الصوره الحقيقه بتوضح جدا مكان الكومبريشن بتاع اللاتر كوتينس نيرف هنا، وطبعا الاعراض اللي بيسببها بيسبب بين على كل اللاترال سايد، ويسبب بين يوصل لغايه المنطقه بتاعه الكومبريشن. الاليو انجوينال ليجمنت والجينيتو فيمورال نيرف، الاليو انجوينال نيرف الاليو انجوينال نيرف والجينيتو فيمورال نيرف بيعدوا من المنطقه دي، ويظهر البين في كل الاريا دي، كل الاريا دي تقريبا بنفس الكاركترستكس بتاعه السبورت هيرنيا مع الايه مع الاوستيتس بيبس. حبيت اذكر النيرف انترابمنت لانه ديفرنشال دايجنوزس مهم يبين لي انه ممكن يكون الموضوع عامل نفس الاعراض بتاعت سبورتس هرنيا ولكن ما هواش منها. نيجي بقى لاشهر سبب على الاطلاق من اسباب الجراين بين او الجراين انجلز، وهو الادكتور سترين. الادكتور سترين ده اشهر سبب من اسباب الجراين انجلز، وده الحقيقه دي اكتر الحالات اللي بتيجي، ودي حالات بتبقى علاجها بسيط ما هياش صعبه، ودي بتبقى سايتد نمبر 1 فور البوسيبيليتيز اوف ذا جراين انجلز. وزي ما مكتوب قدام حضراتكم بتمثل 62% من اسباب الجراين انجلز. ليه بقى؟ لانه الحقيقه الادكتور ماسلز دي ريسبونسبل فور ستابيليتي اراوند الهيب جوينتس اند اراوند البيوبيس، وبتتعرض للودز عاليه جدا، هي ماسل برون تو بي تايت، برون تو تايتنس، ولذلك بتبقى عرضه على انها يحصلها اوفر اكتيفيتي. ماسلز بتتغذى بيه الاوبتيوريتور نيرف، والاوبتيوريتور نيرف في حالات الباثو ميكانكس اوف ذا بيلفس، والنقطه دي مهمه قوي دكاتره لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، انه الاوبتيوريتور نيرف في الباثو ميكانكس اوف ذا بيلفس يحصل له انترابمنت، فلما يحصل انترابمنت يحصل كومبريشن عليه في الاوبتيوريتور ممبرين. يعني لو رجعنا كده الصوره ديت، الصوره ديت هنا يخرج الاوبتيوريتور نيرف، وده الاوبتيوريتور فورامين، وهنا الاوبتيوريتور ممبرين، يخسر الاوبتيوريتور نيرف. لو حصل كومبريشن عليه يسمع ببين، ويحصل
over activity للادكتور muscles. الاوفر اكتيفيتي اوف ذا ادكتور muscles تخلي المسلز تنسد وتعمل مور تراكشن وليس فلكسبيليتي. يجي البيشنت يفتح رجله في هايبر ابدكشن يحصل سترين للمسلز. يبقى احد الاسباب اللي وارده جدا للاوفر اكتيفيتي اوف ذا مسلز اند الهايبو فلكسبيليتي اوف ذا مسلز اللي هو الكومبريشن اوف ذا اوبتروتور نيرف. الكومبريشن اوف ذا اوبتروتور نيرف في الاوبتروتور ميمبرين وهي بيباس في الاوبتروتور فورامين. الحاجه الثانيه لما يكون عندي باث ميكانكس للور لمب فيخلي اللينس تنشن ريليشن شيب بتوين العضلات مش مظبوطه, فده يؤدي الى ان ايكوال تنشن بتوين البوث ادكتورز, واحده تبقى مشدوده قوي والثانيه بتبقى ما بتشدش بنفس القدر بتاعها زي الليج لينس ديسكريبنسي او المال الاينمنت اوف ذا لور لمب. يبقى الليج لينس ديسكريبنسي والمال الاينمنت يعمل ماسكولر امبالانس حوالين الايه البلفس ويخلي الادكتور تبقى مور تايت او ليس فليكسبل. النقطة الثالثة ان هو الادكتورز الحقيقة من ضمن المسلز اللي الاورجن بتاعها والانسرشن بيبقى شوية سمول ان سايز, بالذات الانسرشن بيبقى سمول ان سايز, والبلاد سبلاي بتاعها عند البيوبيك بون او سواء في الانسرشن بتاعها الحقيقة بيبقى شوية قليل, ولذلك مع الستريسز بيحصل بسهوله الاستريب بتاع الادكتور ماسلز. يحصل ازاي بقى؟ مين عارف؟ يحصل مع الاكسنتريك لودنج. يبقى مع الاكسنتريك كونتراكشن يعني الراجل هو بيجري فبيروح مودي رجله جامد عشان يلحق الكره من بعيد او عايز يقطع الكره من واحد فبيبقى يودي رجله. مين اللي بيحكم الحركه دي؟ دي الاكسنتريك كونتراكشن اوف ذا ادكتورز. في هذه الحاله يحصل الانجري, ولذلك نادر شويه ان يحصل الانجري مع الكونتراكشن كونسنتريك. امتى يحصل الانجري مع الكونتراكشن كونسنتريك؟ لما يبقى في فايولنت كونتراكشن سترونج كونتراكشن على الادكتور ماسلز ويروح مسمع جامد في الادكتورز ويعمل تراكشن فورس, فممكن ساعتها العضله تطق ونسمع صوتها ويحصل السترين. طبعا يفولو الكلام دوت طبعا بين جامد جدا, سويلنج, ايكموزز. العلامه المميزه للادكتور سترين ان لما بيجي يعمل ستريتشنج للماسلز يحس بشكه. اذا في الماسل سترين بفرقها عن البين اوف ذا بيوبيس ان في شكه في العضلات كويس, وفي بين مع الريزيستنس, وفي ماركبل ديكريز اوف ذا ماسل باور مع الكونتراكشن. يبقى انا الحاله هنا الديفرنشال دايجنوزس بتاعها مع الاوستيتس بيبس والسبورتس هيرنيا الى حد ما اصبح ميسور. ليه؟ لان انا عندي هنا مصل بكونتراكت, هناك ما كانش فيه كده, كان عندي انفلاميشن في البري اوستيوم, انفلاميشن في البون والسيمسيس بيوبس. هنا بقى لا, المصلز هي اللي مقطوعه, فلما اجي اعمل كونسنتريك كونتراكشن يبقى فيه ديكريزنج اوف ذا مصل باور واضح لان المصل مقطوعه. لما اجي اعمل ستريتشنج المصلز يبقى فيه شكه في العضله. البين ما بيوصلش الى انه يبقى على حدود الى انه يبقى داخل على العظم بتاع البيبس. نيجي بقى نشوف المعذره, نيجي نشوف الصوره ديت تبين لنا السترين ممكن يحصل ازاي. فهنا عندنا البيوبيك بون, ممكن السترين يبقى جاي هنا في الادكتور لونجس ماسلز في الحته دي قريب جدا من البيوبس, ولكن لما نيجي نعمل بالبيشن بنمسك العضله اللي هي من فوق كده من تلت الثاي وانت طالع تعمل بالبيشن تلاقي كل المصل دي شده 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 لغايه ماكسيمم تندرنس قبل حد العظمه بشويه. لو طلعت وحطيت ايدك على عظمه هنا الالم بيقل. الاستاذ بيبس لا, احد الفروقات الكبيره ان انت لو حطيت ايدك على عظمه هنا تلاقي الماكسيمم بين على العظمه, هنا الماكسيمم بين على التندن تحت العظمه بحوالي ممكن نص سنتي مثلا. فالنص سنتي الفارق ده يفرق لنا كتير في حالات الديفرنشال دايجنوزز اوف ذا
اوستايتس بيبس مع الادكتور سترين او الادكتور تندنايتس. طيب اكتر حته بتتصاب في الماسلز ديت اللي هي الماسكلوتندينيس جانكشن. ليه الماسكلوتندينيس جانكشن؟ لان المنطقه دي بيبقى فيها بور بلاد سبلاي، بيبقى التراكشن فورس، بننتقل من نوع من تيشو اللي هو التندنز لنوع تاني من التيشو اللي هو الماسلز، فبننتقل من نوع لنوع، فبيبقى في فيها ويكنس وفيها بور بلاد سبلاي، وبتتعرض للتراكشن فورس عاليه من انقباض العضله على التندن. ولما نيجي ناخد الهيستوري البيشنت غالبا بيقول لك ان في صادم بين ظهر في المنطقه بتاعه الادكتورز. انما الاوستيتس بيبس والسبورتس هرنيا لا، كان في انسيديوس اند جراديوال اونست اوف بين. يبقى الفرق واضح، هنا كان في صادم بين، هنا كان في جراديوال بين. هنا بين موجود على المسلز، ممكن اعلى حته في المسلز عند الاتاتشمنت، الثانيه لا البين كان عند البون. السبورتس هرنيا برضه البين عند البون يحس فيه، لان في كومبريشن من ورا على العظم بيضغط عليه. الحاجه الثالثه ان انا لما باجي اعمل ستريتشنج على المسلز بيحس بشكه في مكان العضله، لما باجي اعمل ستريتش على المسل في الحالات الثانيه ما بيحسش بشكه دي، وبيحس بالم عند منطقه الجراين. لما باجي اعمل مسل كونتراكشن يحس ببين طبعا في الادكتور سترين مع انخفاض واضح جدا في المسل فورس، الثاني بيحس ببين ولكن الانخفاض ما بيبقاش بهذا الوضوح. وكده نبقى نقدر نفرق ما بين اشهر ثلاث حاجات ممكن تحصل في الايه للجراين انجريز. يبقى انا كده عندنا اتكلمنا النهارده على اول حاجه لازم نشك فيها خالص اللي ممكن يكون مكسور، ما بحسنش الظن، فبعمل اكس راي ونشوف اذا كان في افالجن او ستريس فراكتشرز. كويس، بعد كده اتكلمنا على الحاله الشهيره بتاعت الحاله الشهيره والصعبه اللي هي فيها الفيزيوثيرابي انترفينشن عالي جدا وهو تقريبا الحل، اللي هي الاستاذ بيبس. وبعدين الحاله اللي مش بتاعتنا تعملي نفس الاعراض اللي هي السبورتس هرنيا، وممكن يبقى الموضوع لا سبورتس هرنيا ولا استاذ بيبس ولا استاذ بيبس، ويبقى ماسكد بحاله ثالثه اللي هي الاليونجوينال جينيت فيمرال كومبريشن اوف ذا نيرف، ودي بيبقى علاجها بسيط. وحته تانية نسينا نقولها في النيرف كومبريشن، ان انا لو اديت ليدوكين انجكشن على اماكن الكومبريشن او الاكستنج بوينتس او بتاع الكورس اوف ذا ايليو انجوينال او جينيت فيمرال، اديت ليدوكين انجكشن وراح الالم، يبقى ده بيسموه ثيرابيتك تيست، نعرف بيه ان دي القصه بتاعت النيرف كومبريشن. وبعدين طبعا الحاله الشهيره جدا اللي بتحصل لنا في الجراين انجرز اللي هي الادكتور سترين، وعرفنا ازاي بتحصل واعراضها ايه وافرقها ازاي مع الديفرنشال دايجنوز بتاعها القريب منها اللي هم السبورتس هرنيا والاستاذ بيبس. علاج طبعا الادكتور سترين طبعا حضراتكم خدتوه او خدنا التريتمنت اوف ماسل سترين، فاحنا مش عايزين نكرر الكلام عشان يعني ما يبقى احنا نكون يعني بنقدم شويه معلومات جديده. كده يبقى احنا يعني غطينا يعني معظم الحاجات المشهوره في الجراين انجريز، وان شاء الله رب العالمين يعني نكمل في المحاضره القادمه بقيه الكومبليكيشنز او الانجريز اللي ممكن تحصل كديزيز او انجري في منطقه الجراين، وازاي نعمل اسسمنت وازاي نعمل تريتمنت ان شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.